السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني متابعين قناتي روزري وورلد، يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعضينا كرشة. ايوة انا طبعا جبتها غسلتها، طبعا كان الجزار منضفها، ولكن انا عدت عليها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومليون لحد ما وصلتها لكده. غسلتها تحت مية الحنفية كويس جدا، وبعدين جبت ملح وزنجبيل مطحون، وجبت كمان ليمون غير الليمون ده، تمام، ورحت نقعتهم فيها حوالي ساعة الا ربع. اوكي، بعد كده جبتهم تاني على مية الحنفية، غسلتها تاني وكبيت المية اللي كانت فيها، وبعد كده جبت الليمون اللي هو الليمون الكبير ده، وجبته قطعت كذا ليمونة وعصرتها، وبعد كده مسكت الليمونة كده وقعدت ادعك بيها الكرشة كلها من برة، يعني من هنا من الجنب ده ومن الجنب اللي ورا ده، وخليتها زي الفل، وخليت ريحتها ممتازة جدا جدا جدا. عندي بقى هنا على النار حلة حاطة فيها مية علشان تغلي، هي المية كده اوريدي بدأت تغلي اهي. هبدأ بقى انزل فيها الكرشة، نصمتها فيها زي المصامت كده برا، وبعد كده ان شاء الله نكب المية دي ونحط مية جديدة ونبهرها بقى بكل البهارات والتوابل اللي عندنا، بكل المنكهات اللي احنا عايزين نحطها في قلب المية. هروح الاول اشطفها من الليمون اللي انا نقعاه فيها، وبعد كده نيجي نحطها مع بعضينا في قلب الحلة في المية. اهو حبايبي هنبدأ بقى ننزل الكرشة مع بعضينا واحدة واحدة. شايفين شكل الكرشة عامل ازاي؟ خطيرة. هننزلها في المية بس تاخد لها غلوتين، وبعد كده ان شاء الله نكب المية دي تاني. اهو على فكرة انا ما بقطعش الكرشة غير لما تستوي خالص خالص بصراحة، يعني هي ماما اللي كانت معلمانا كده ان احنا ما نقطعش الكرشة غير لما تستوي خالص خالص. على ايه بقى؟ على المرحلة النهائية بتاعتها. خلاص كده انا كده خلاص نزلت الكرشة كده في قلب المية اهي، هسيبها بس تغلي شوية غلوتين كده، وبعد كده ان شاء الله نكب المية ونرجع تاني مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. تمام كده حبايبي، خلاص انا كده هشيلها بقى من هنا، اغسلها تاني تحت الحنفيه واغسل الحله واملى ميه جديده، وبعد كده ان شاء الله نرجع نحطها بقى. انا كده صمتها كده في الميه زي المصامت بره، تمام، هي كده خلصت معايا. هصفيها بقى دلوقتي واغسلها واغسل الحله واملى ميه جديده. عندي هنا بقى حبايبي كل الايه المنكهات اللي احنا عايزين نحطها، عندي بصل وثوم وجزر، كرفس، ده كرفس انا كنت عينه في الفريزر علشان مش على طول بلاقيه يعني في السوبر ماركت وكده، ورق لورا، قرفة. عندي هنا بقى بهارات مشكلة كلها ايه حب، فلفل اسود دوت مطحون، فلفل اسود وكزبرة مش مطحونة، هيل، بذور كمون، نجمة ينسون، قرنفل. هنحط كل الحاجات دي هنا في قلب المية كده، تمام، وهنسيبها تغلي مع المية علشان تدينا ريحة حلوة، وبعد كده ان شاء الله هننزل بقى ايه بالكرشة جواها. طبعا دي اللي هتخللنا الشوربة بتاعتنا منكهة. حبايبي بتغلي المية عندي، هنزل بقى بالكرشة اهي واسيبها بقى تغلي براحتها معاها وتستوي، وبعد كده ان شاء الله اقطعها بعد ما تستوي واوريكم اخر حاجة هعملها فيها ايه. تمام، شايفين كده حبايبي خلاص الكرش عندي اهي، انا قطعتها بالطريقة دي كده اهي، تمام، ما شاء الله جميلة وريحتها تحفة. عندي هنا بقى معلقة سمنة كبيرة او معلقة زيت، لا معلقة سمنة كبيرة او زبدة وعليها زيت، لكن انا هنا حاطة سمنة. تمام، عندي بقى هنا هجيب في ثوم كم فص ثوم حلوين كده، يعني 3 4 5 فصوص ثوم انا عايزة ايه اشوحهم في قلب الزبدة او السمنة. انا حطينا سمنة مش زبدة، ولكن اللي عايز يستغنى عن السمنة ويحط زبدة تمام. اهو توم، اهو انا حطيت هنا التوم اهو، وهحط معاهم معلقة كزبرة كده بنت ناس، تمام كده، وهنزل عليهم بقى بالكرشة احمرها معاهم. تمام اهو، دي بقى بتدي للكرشة طعم فظيع، كأننا بالظبط بالظبط جايبينها من المصمت بره. هنحمرها بقى كده فيها، وبعد ما تخلص وتتحمر في قلب التومة والسمنة نقدمها مع بعضينا ان شاء الله على كزبرة
خضرة مفروشة في قلب الطبق، هيبقى طعمها وشكلها وريحتها خطيرة. وبكده حبايب قلبي تكون معانا وصفتنا النهاردة خلصت، الكرشة بتاعت المصامت ما شاء الله، عايزة اقول لكم الريحة فظيعة وطعمها خطير جدا جدا جدا. ان شاء الله المرة الجاية هنقدم مع بعضينا وصفة الكرشة الكمونية، ان شاء الله نقدم مع بعضينا وصفات جاية تانية كتير احلى واحلى واحلى، واللي جاية احلى ان شاء الله. باي باي.